بعض الناس يذبح في بيته دجاجة مثلا ثم يرسل بها إلى رئيسه في العمل وهو يريد بذلك الرشوة، فهل يعد هذا شرك أم رشوة؟ رجل يذبح في بيته دجاجة مثلا ثم يرسل بها إلى رئيسه في العمل، ورمى يشري دجاج من البقالة، يشري دجاج من البقالة كرتون دجاج ويروح، وشلون يذبح في بيته؟ نعم هذا كله مهزلة. نعم.